من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن وضيوف الكرام في الاستوديو وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بينضم لي كابتن سامي انصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي يعني بنبارك لكم على الاداء، طبعا كنا متعشمين في نتيجه كمان احسن من كده، كان اعتقد النهارده الشغل الفني باين جدا للجهاز الفني مع الاهلي. تحيه طبعا كابتن ايمن وضيوفه، زي ما انت قلت انت عارف النادي الاهلي ما بيلعبش الا على مكسب بس، يعني حوالينا اللعيبه اجتهدت تعبت، بشكرهم طبعا على الجهد ده والتعب دوت والاصرار اللي هم يرجعوا تاني المباراه. اعتقد الحمد لله ربنا كافئ يعني اللي على قد اجتهادهم وتعبهم، ربنا الحمد لله كافئهم ببلانتي في اخر دقيقه وقدرنا الحمد لله نسجل منها هدف. الشغل الفني مع اللاعبين كنت بتشتغل معاهم ازاي الفتره اللي فاتت؟ يمكن مباراه الجونه ومن بعدها مباراه الاسماعيلي مباراه كبيره امام نادي جميل، كنت بتأهل يعني بتاهلوا اللاعبين ازاي وبتتعاملوا معاهم ازاي في التدريب؟ خلينا نتفق برضو ان طبعا لعيبه النادي الاهلي القطاع مميز، عنده لعيبه كويسه بيلعبوا بسيستم قريب شويه من اللي احنا فيه. مهم جدا ان انت تتكلم معاهم بقى في الدوافع، تتكلم معاهم في التنظيم الدفاعي التنظيم الهجومي، شخصيه لعيبه النادي الاهلي فرصه كبيره جدا قليل جدا لما بتيجي في الظروف ديت للعيب اللي هو يقدر يثبت نفسه. فاعتقد الحمد لله النهارده بدات الجماهير الحمد لله جمهور النادي الاهلي يعرف لعيبه النهارده مميزه بتادي اداء كويس في استمراريه في الاداء الحمد لله. فاعتقد الحمد لله دي من الاجابات اللي احنا بنشتغل عليها، وعشان برضو انت بتدي فرصه للعيبه وانت عندك زياده عن حاجه و50 مباراه كل موسم، مهم جدا يكون عندك صف تاني وتالت. فاعتقد الحمد لله هو ده التفكير اللي الراجل بيشتغل عليه واحنا بنشتغل عليه. اتمنى ان شاء الله بس الفتره الجايه تكون افضل لينا باذن الله. باذن الله يعني التغييرات وتفكيركم في المباراه كان ازاي والتغييرات كان الهدف من ايه؟ هدفها ان احنا نرجع، وانا قلت لك ان يعني احنا اول حاجه بالنسبه لنا ان احنا انت عارف النادي الاهلي وكبراء الفرق الكبيره وشخصيه الفرق الكبيره، انت بتلعب على المكسب بغض النظر انت بتلعب مين، فرقه كبيره النادي الاسماعيلي لكن برضه النادي الاهلي سيظل هو اكبر فرقه في مصر وفي افريقيا وفي العرب. فمهم جدا ان انت تلعب على المكسب وده اللي احنا حاولنا نعمله، يعني حتى في فترات لعبنا 4-2-3-1 عشان يبقى عندنا كثافه اكتر يعني هجوميه، والحمد لله لحد ما احرزنا الهدف. فاعتقد برضه دي من الحاجات الايجابيه تحسب للعيبه وتحسب للراجل اللي فكر كويس خلال المباراه، وادانا الحمد لله فرصه ان احنا ناخد نقطه، لكن كنا عشوائيين طبعا في 3 نقاط لكن الحمد لله برضه على النقطه كويسه. كابتن سامي يعني كنت بجانب التدريبات في الملعب كنت حريصين على عقد اكتر من محاضرات نظريه كتير مع اللاعبين، كنت بتكلموا معاهم في ايه واهم النقاط اللي كنت بتكلموا فيها؟ مهم جدا ان انت الوقت قليل، انت بتلعب كل 3 ايام مباراه ويمكن ده جهد بدني كبير على اللعيبه برضه شويه، فكان مهم جدا ان انت تنقل دوت من خلال المحاضرات النظريه، تصحيح اخطاء الشكل اللي احنا بنلعب بيه، تفرج اللعيبه على الاسلوب اللي احنا بنلعب فيه، الفرقه نفسها ازاي نلعب 3-4-3 وازاي بتحول الناحيه الهجوميه وارتداد دفاعي وارتداد هجومي واقف ازاي الكور الثابته. فيمكن الحمد لله ده اللي اشتغلنا عليه، يمكن كان عندنا محاضرات النهارده امبارح عندنا برضو بالليل بعد العشاء، وكان برضو قبل التمرين كان عندنا محاضره برضو. اعتقد الحمد لله اللعيبه تستوعب بشكل كبير جدا تفكير الراجل وفكره، اعتقد الحمد لله كان مردود النهارده الحمد لله كويس. يعني اللي جاي ان شاء الله هتستعدوا زي متبقى 3 مباريات شايفينهم ازاي هتستعدوا ازاي ان شاء الله؟ يعني هو ده التحدي اللي احنا يعني بنعيشه، يعني انت عارف زي ما قلت لك كل 3 ايام احنا عندنا يوم الجمعه المباراه قصاد المقاولين برضو، انت بتلعب الفرق فول تيم طبعا عندهم بدائل، يمكن احنا قائمتنا محدوده شويه، عندنا اصابات وعندنا ناس عندها كورونا، فعندنا برضو لعيبه دوليه من اكتر الفرق اللي عندها لعيبه دوليه في الدوري، يمكن توقيت بالنسبه لنا مش احسن حاجه للبطوله ديت يعني، لكن احنا بنحاول نعمل بدائل وهو ده اللي بنشتغل عليه. يعني ممكن يبقى المباراه الثالثه بالنسبه لنا هتبقى اصعب شويه بدنيا، اللعيبه ديت بتعمل جهد بدني كبير جدا، ممكن اول ماتش وثاني ماتش ما تبقاش باينه جدا ما تبقاش باينه يعني بشكل كبير، لكن اعتقد ان الماتش الجاي هتبقى هتبان اكتر يعني، وده اللي بنحاول نشوف بقى بدايل ان شاء الله تكون لينا، ممكن كل لعيبه ان شاء الله برضو تكون تقدر تدينا برضو نفس اكتر من اللعيبه الكبيره اللي هي تكون ان شاء الله بعد تعافت يعني من الكورونا عندنا فرصه برضو اللي هي تساعدنا، فنحاول نشوف ان شاء الله والراجل نفكر ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله. شكرا، شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع كابتن سامي انصان.